انت واليسا اليوم لوين ولوين وصلت العلاقه الفنيه؟ والله انا شخصيا اول شيء في كيمياء بينك وبينها؟ هي عندها مشكله مع هالماده، ماده الكيمياء. بس صريحه، لا اسمع، هي عندها مشكله مع هالماده، مش بس معي، مع كتار. بس انا والله انا بآمن بشغلي، بدي اياها لاليسا بمحبه. لما شهدت فيها وكان كلمتي لها وقعها بباريس قدام كتار، وانا قلت حكيت اللي قلبي بيقوله، انا ماني لجنه حكم وماني حدا كثير مهم، بس كان بوقتها رايي كثير فعال مطرح ما كنا قاعدين، حكيت عنها كثير منيح وتشكرتني. بحب ترجع شوي للماضي وبحب اقول لها كلمتين. صدقيني يا اليسا، والله هالدنيا ما بتحرز، لا انا رح اكلك من جمهورك ولا انت رح فيك تقربي على جمهوري، بس ما تفتكر اني انا رح اخذ من دار بشي، اللي لا إلا إلا واللي لا إلي لا إلي. طيب فارس كرم، شو القصه مع فارس كرم؟ ماشي كمان تصريحات. كمان انا بالنسبه لي فارس كمان ببداياته حكيت اللي لازم ينحكى، وكمان هو بيعرف، بس مش حلو من فارس اللي انا كنت بعتبره يعني ابن بيت. هو ابن بيت؟ انه يقول طبعا اهله، الله يخلي له اهله، يعني انا بحبه يعني لفارس. مش حلو منه يقول انه لما سئلت انه هو وجوده بروتانا بشكل خطر على وجودي وجود عاصي حلاني ووائل كفوري، خفت على وديع الصافي انا. بس ما بتعتبري اليوم فارس كرم نجم كمان اكل الساحه؟ نجم مزبوط، بس ما بيقدر يدعوس على الناس. في صوره بتجمع مجموعه من الفنانات، اسمعني، ناسي عجرم، احلام، نوال الكويتيه، اصاله، انغام، لطيفه تونسيه، نوال الزغبي، سميره سعيد، اليسا، وهيفا. حفله التعارف بعرفها. بعرف. عراس الليستا. ليش هيفا الوحيده يلي دعيتيها على هيفا توقيع عقدك مع روتانا؟ لانه هيفا لما عزمتني على عرسها حطتني على طاوله اهلها. نحييها لهيفا. اللي بحطني على طاولة أهله بعرسه يعني بيعتبرني من العائلة. بدي أحطها بعيوني مش بس بالحب. بمطار كتير منتلاقى إليسا، والله العظيم ربي يشهد علي إني أنا ما بكره هالبنت، وبالعكس ليش شو قلتي ما بكرهها؟ يعني فيك لا يعني لك ليش؟ أول كلمة أنا مرة مش كنا بالمطار مرة بكرهها. لا لك ليش؟ أنا صاحبة خطوي بالمرحبا، لأنه السلام لله. لما كنا بالمطار مرة قطعت مسافة كتير طويلة، وأنا تاريخي بيشهد على فنياً، مش أنا أهم منها، بس تاريخي شوي أقدم من تاريخها، إذا بيسمح الجمهور إني أقول هالكلمة. مشيت مسافة، وأنا في كتار من الناس العاديين والفنانين بيعرفوا إنه ما بحب حدا يسبقني بالسلام، أنا بحب أرمي السلام. برجع بقول لأنه السلام لله، وهيدي منشيها من الناس المهمة لما واحد بيرمي السلام. بس اني انا امشي مسافه طويله عريضه تسلم بلهفه وما الاقي اهلها بالسلام، ما في كيمياء، ما واضحه قالتها. شو صعب هالكيمياء؟ شو هالماده هذه؟ مين بدرسها؟ هي بتخلق بين البشر. شرفك والله اليسا. بدي اقول لك شيء اليسا، عبر ابشر والله كل ما حبينا كل ما نورنا ضوي، وانا بدي ضوي وبدي احب. بليز ما بدي اقول لك تحبي، بس انا بدي احبك. أصالة أنت لا ما سقطت وما نجحت، يعني كأنه ما اشتغلنا مع بعض. ايش فايدة تصريح خطير؟ ليه؟ كأنه ما اشتغلنا مع بعض. ما اشتغلنا مع بعض لأنه ما كان في كيمستري فنية بيناتنا. ولك مين بيعلم هالكيمياء؟ مين بيعلم هالمادة؟